Courtois, right? Yeah. Yeah. You have a fish license? Yes, I do have it on the app. Okay, yeah. So I'll just show it on the... دلوقتي في ناس كتيرة بتسألني لو في حد هنا بيوقفك وبيفتش الكلام ده وموضوع السمك والغرامات. فدلوقتي ولا أول مرة على الكاميرا، لأن أنا ما بشوفهمش كتير، يعني بشوفهم بس ما توقفتش كتير. بس هو دلوقتي عمال يروح لكل واحد، اللي هو هناك ده اللي هو ال FWC، فهو أكيد لو هيجي يتكلم معانا كمان ويسألني اصطدت حاجة ويشوف الرخصة وكده. فأنا عمال اصطاد، فتعالوا هنشوف ايه اللي هيحصل واحنا بنصطاد. عمال يتكلم مع الناس هناك. تخيل بقى لو انا معايا سمكة ممنوع اللي انا اخده، كان زمان واخد $500 غرامة. شايفين جاي عليا هايرا. هايرا good. Any luck? No, I just caught some bait. I'm trying to catch something. Okay. That's a good spot. Yeah, I love it here. That's literally like my favorite spot. Yeah? Yeah. Just catching for fun. Yeah, yeah, just make videos and stuff. Alright, so you fish a lot, right? Yeah. Yeah, you have your fish license? Yes, I do have it on the app. Okay, yeah. So I'll just show it on the... You know, he stopped me before on the other side. Really? Yeah. I was catching bait too at night, and you were asking me what I did catch. Oh, cool. Yeah. That's okay. Yep, that's good. Oh. Saltwater 2023. Thank you, man. No problem. Alright, man. Well, good luck. Thank you. Man. Have a good day. بس كده شايفين ده هو اللي بيحصل. حاجة اللي هتاكل طعم هنا، تعال كليها هو لسه هنا. حاجة الطعم الصغير اهو. تعال هنا. لو مانجر سنابر هيكون شكل، هيكون يعني حجمه كويس انه بيحارب كده، او ممكن يكون ميرا. ميرا صغير. حلو ده، هسيبه استخدمه قرش بالليل. سمكة الميرا هركب طعم كبير كده بقه كده عشان يتحرك براحته. هرميه بعيد بقى وهو اللي يجيبه. بس كده نعلق ده في مكانه ونمسك سرنا رتنا التانية لحد ما حاجة تاكل ديت بقى. في حاجات شايفها بتخبط على وش المية هناك كده، فعشان كده رامي بعيد. لا، في حاجة هتاكل. ايه ده؟ ايه ده؟ لا خلاص، في حاجة كلتها ولا هتاكلها؟ دلوقتي في حاجة بتاكلها هنا. دايما لما بتسيب صباعك على الخيط بتحس بكل حاجة بتحصل. على ما اعتقد انتهى عليها دلوقتي. بس كده اكلها. بيجر علينا واحد تاني. تعالى ده باراكودة صغيرة. طب كويس، هستخدمه طعم ده. مستخدمش انا باراكودات كتيرة هنا. اسنانه ده خلي بالك من بركته صغيرة. ده هسيبه هنا عشان ده حلو كطعم تقطيع. نرمي طعم تاني. ده طلع عجله كده خلاص، مبقاش ينفع. بعد كده الطعم الصغير شغال اكتر من الكبير. نركب ده في بقه برضه عادي كده. سيبه بقى ايه حاجة تانية ان شاء الله تاكلها. عايزين بقى سنابر كده ولا اي حاجة حلوة.
كل سمك اصطاد دلوقتي قلت انا عايز بقى حاجه تتاكل. اوه كده يعرف ان في سمك. انا شغال بخيط 15 باوند فصغير، فمش عايز ارس على السمك. تعالى هنا تعالى هنا، هيروح عند هناك. اوه تلاقي ده سمكة ميرو برضه. يا سمكة ميرا زار كده، لو اصطدت كام واحدة من دولي استخدمهم طبعا. لا ده مانجر سنابر حلو. بسم الله ما شاء الله. ايوه تعال 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 هنا تعال هنا تعال، اوعى تهرب اوعى تهرب، تعال هنا تعال هنا، ده اللي انا بدور عليه. تعال تعال بسم الله ما شاء الله. شايفين السنة جايباه من الجنب ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. ده يا جماعة اللي انا بدور عليه هنا، محلق 5 بس في اليوم مانجر سناب، وده بس يعني حجم كويس، اللي هنا ما بيبقاش كبير قوي يعني، فلازم يكون 10 انش الحجم القانوني، ومسموح له 5 بس في اليوم. ده اول واحدة معايا كده، انا مش محتاج اقيسها خالص لان ده كبير. تلاقي التانية هنا كده، انما ده بسم الله ما شاء الله مفحلة كده. ايوه بقى كده اصطادنا سمكة ميرة سناب مانجرو سنابر والباراكودا. انا عايز بقى ايه، ده احلى حاجة تشتغل بصطاد بال 15 باوند وسن رقم واحد صغير، طعم الصغير ده ما بستخدمش رصاص خالص. انا عايز السمكة تمشي براحتها كده، لان سمكة المانجر سنابر ده ذكية يعني، فلو لاحظت خيط ولا السن تسيب الطعم وتمشي. تعالوا ايه كده، فاضل لنا 4 من النوع ده، ان شاء الله نصطادهم. بس يبقى كده ومسك صباع الخيط، سيب الطير بيحاول ياكل الطعم بتاعي، بس حظه بقى نزل لتحت. سيب دايما صباعك على الخيط كده، بتحس بكل حاجة بتحصل. اول ما حاجة بتاكلها بسيبها تمشي بقى شوية، بعد كده اشد. ايه انتظرونا بقى لاي اكشن. مكان هنا تحفة، كان الجو بيمطر طول اليوم، شكل الجو يعني جميل اوي. الطيور ده بقى عمالة بتسرق في الطعام بتاعتي. اوب 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 ايوه ايوه تعال نلف ده. كلها لسه بتاكل في عيب، بتاكل في عيب. كده بتعرف معانا سمك ايه بالطعم الكبير. خلينا نشتغل. ده حاجة كبيرة وتقيلة كده. تعالى هنا تعالى هنا تعالى هنا. أحلى حاجة بقى في العدة الكبيرة، مبسيبش أنا فرصة للي هو يجري. شايفين السنارة بتنتهي ازاي؟ تعالى هنا تعالى هنا، هو بيهز براسه كتير. تعالى هنا يا عم تعالى، بس أقولك حاجة، سمكة ميرة بس ده كبير. استكل است كابوريا كابوريا. استنى هنا استناني. طيب ده طلعنا الصغير بالطعم الصغير والكبير بالطعم الكبير. شايفين ده احلى واحد فيهم، ده اكل السن خالص. دلوقتي كان في كابوريا هنا، انا لو استطعت اخدها اجربها طعم. تهربش يا ابني يا ابني، استنى هيقرب لجوه خلاص. ده سمكة الميرة بسم الله ما شاء الله، يعني حجمه كويس كيلو، بس اكل السن خالص. طالما هسيبه معايا فمش محتاج ان اطلع السن، هقطعه واركب واحد تاني وخلاص. كده معانا 2 ميرة باراكودا صغيرة، شكل كده شوية وارماها طعم، اقطعها كده قطع وارمي بيها. وده طبعا البطل بتاع الفيديو النهارده، محتاجين نجيب 4 زيه كمان، عشان انت مسموح لك بس 5 في اليوم. انا طالما اصطدت ميرة واحدة فاكيد هصطاد منهم كتير. هسيب الموضوع ده دلوقتي لحد ما اصطاد كابوريا، استخدم السنارة دي. ركب طعم صغير كده، ده بقه هنا. سيبه بس كده. طبعا لما بتبقى شغال من غير رصاص لازم تسيب صباعك كده على الخيط. انا طبعا بسيب صباع الخيط مهما رصاص او لا، لان كده بتحس بكل حاجه بتحصل. فانا اول ما رميت الطعم دلوقتي عمال بيجري يمين وشمال، ففي حاجه متوتر منها، فاكيد ممكن شويه هتلاقي حاجه بتهاجم عليها.